طيب معانا عبر زوم الآن البرتغالي روي الميدا المدرب العام الأسبق بنادي الزمالك في جهاز جوزوالدو فيريرا، نسأله النهاردة رأيه فيما حدث في مباراة الزمالك والوداد. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. Boa noite a toda a gente no Egito e boa noite a vocês e obrigado pelo convite. جدا ان انا معاكم على التلفزيون المصري النهارده. نتشرف جدا. هل تابعت مباراة الوداد والزمالك في دوري الأبطال؟ Como eu disse há pouco, vivi uma boa parte. شفت جزء كبير جدا من الماتش. Tenho um amigo que é o treinador do Petro que estava a jogar também, também jogou hoje para a Liga dos Campeões. بس طبعا مع الاوقات من الاوقات في لشبونه مع الوقت بتاع القاهره ما كانش في وقت كبير ان انا اتفرج على الماتش، بس شفت جزء كبير من الماتش. الجزء الكبير اللي شفته من المباراه رايك ايه في اداء الزمالك؟ الماتش كان ماتش من الماتشات الكبيرة مع ماتش مع فرقتين من الأقوياء من قارة أفريقيا، ماتش قوي زي الماتشات بتاعة أوروبا. بس طبعا لسه فاضل ماتشات كتير على الماتشات، احنا طبعا ما نقدرش نحكم مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، بس لسه فاضل اكتر من ماتش في البطوله. ما بين مجموعات وما بين فرق قويه جدا، فما نقدرش نحكم مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر. الماتش نفسه كان ماتش من الماتشات الصعبه في المجموعه. أنا فاكر إن فرقة الوداد كانت فرقة من الفرق القوية اللي كانت دايما صعبة في اللعب. فطبعا دايما ماتش من الماتشات ديت بيبقى ماتش من الماتشات الصعبة جدا في البطولة.